اليوم وصفتنا كتير هينة وكتير سريعة، طبق من المطبخ الصيني. قلنا زمان ما عملنا طبق صيني، ليمون تشيكن أو الدجاج بالحامض. خلينا نشوف كيف منبلش. نص كيلو من الصدر منقصه بهالطريقة ترانشيت رفيعة مثل ما هي هيك بالسكين وعجنة. كمان منكمل بالنسبة لهالوصفة كتير مهم الدجاج يكون رفيع بهالرفع، منحطه على جنب، سكينه على جنب، منجيب وعاء منبلش بملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد، فوقه ملعقة كبيرة من نشا الذرة، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من المي، ربع ملعقة من البهار الأسود مطحون طازة، بيضة كاملة. يرجع من بعد ما نكون حضرنا الماريناد أو الخلطة تبع الدجاج، بنحط الدجاج كلها فيها، إيدينا نضاف، منبلش نخلط. من بعد ما نكون أكدنا إنه خلطت كلها سوا، منحطها على جنب لمدة 20 دقيقة. منجيب حامضة منبلش نقصها بهيدا الشكل، القشر كله بدنا اياه على جنب. حامضة كاملة منكون قشرناها كلها، ناخد القشر منبلش نشيل كل شيء ابيض من القشرة معلق عليها بهذا الشكل. بهالشكل نكون شلنا قد ما فينا، نبرمها بهذا الشكل، منبلش نقص هالقشر جوليان. نخلص من الحامض، طنجرة صغيرة منزيد ملعقتين كبار من السكر، ملعقة كبيرة من الكاسترد، ربع كوب من عصير الحامض وخل أبيض، وملعقة ونص كبار من العسل، وهيدا رح يعطيها الحلاوة مع السكر لهيدا الطبق. وهيك منكون حطينا كل هالمكونات بقلب الطنجرة. بعد في عنا قشر الحامض الجوليان يلي قصقصناهم، بندور تحتها. بس شوفوا معي كيف صارت هيدي الصوص مثل القطر، بس وقت تصير بهالتكستشر منطفي تحتها. ناخد شقفة من هالدجاج، منبلش نحط وحدة ورا وحدة بقلب الزيت الحامي، جربوا ما كتير تكتروا دجاج بقلب مقلية وحدة، قسمون لمقليتين أو ثلاثة كرمال ما يبرد الزيت فجأة ويبلش الدجاج يشرب هالزيت. ثلاث دقايق كافيين لحتى يسووا هالدجاجة، مشان هيك نحن قصيناها بهيدا الرفع، ما بتاخد معنا وقت. بس شوفوا هالنشا وهالخلطة اللي عملناها كيف غلفت هالدجاج وعطتها هالتكستشر الرائع. بنحطها على جنب دجاج مثل ما هو، منسدفه بهالطريقة فوق الصحن. وصفتنا خلصت، شفتوا قد هينة وصفة، ما بدها أكتر من نص ساعة تحضير ونص ساعة بالمقلية بهيدا الشكل. بيرجع نخلط هالصوص ومثل ما هي، بس شوفوا هالصوص القطر يلي عم تنزل فوقها. بيرجع رشي من السمسم كلها فوقها، شوي قليل الجبل للتزيين، والرز أكيد ما مننسيه. بهالطريقة منزينه بقشر الحامض وبس. قولولي ملا صحن إذا عزوكم ولا لأ.